مساء الخير على كل متابعي ومشاهدي مصراوي، معاكم منال عمر، صحفية في قسم الاقتصاد بموقع مصراوي ومسؤولة عن ملف البنوك. النهاردة هنتكلم عن خدمة جديدة البنك المركزي هيطلقها لأول مرة، هي خدمة إلكترونية متوقع يتم إطلاقها إن شاء الله العام القادم 2024، وهتحصل طفرة كبيرة جدا بعد إطلاق هذه الخدمة في عدد العملاء اللي هينضموا للجهاز المصرفي أو المتوقع انضمامهم للجهاز المصرفي. البنك المركزي بيعتزم إتاحة خدمة فتح الحسابات إلكترونيا من خلال الموبايل، وكمان تحديث البيانات العملاء إلكترونيا عن بعد بدون الحاجة إن أي عميل يروح الفرع بتاعه وينزل وياخد دور ويقعد لحد ما يحدث بياناته أو يطلع حساب. دلوقتي هو كل ده هيتم قريب إن شاء الله السنة الجاية من خلال الموبايل، وده بهدف البنك المركزي بيهدف من خلال الخدمة دي جذب أكبر عدد من العملاء، تكريس ثقافة الشمول المالي، الثقافة المصرفية، إزالة أي قيود أو عقبات أو صعوبة في الوقت أو إن العميل مش لاقي وقت إنه ينزل يفتح حساب. فده كله خدمات البنك المركزي بيعمل على إطلاقها السنة الجاية إن شاء الله. طبعا إحنا عارفين كلنا إن أنت عشان تفتح حساب مصرفي في أي بنك لازم تنزل وتروح فرع وتمضي بخط الايد على طلب فتح حساب من غير ما اي عميل، لو العميل ما راحش مضى ووقع بخط الايد على فتح الحساب طبقا لقانون البنك المركزي حتى الان، ده بيعتبر ما يقدرش يفتح حساب وما يبقاش عميل البنك. لكن الطفره اللي هتيجي الى ان انت ممكن تفتح حساب من خلال الموبايل بتاعك، كله هيبقى من خلال الموبايل، ان انت تقدر تدخل على تطبيق معين البنك المركزي هيعلن عنه او من خلال البنك اللي انت هتختاره، هتدخل عليه وهتختار فتح حساب الكترونيا. طبعا البنك المركزي هيحدد بصمه الوجه، ان انت ممكن العميل دلوقتي بدل التوقيع فممكن يتعرف عليك من خلال بصمه الوجه، ان هيبقى هو وجه العميل هو ده الدليل ان هو ده عميل بيفتح عميل فتح حساب. طبعا ده هيتيح سهوله جدا جدا في فتح الحسابات، هتقدر تفتح من اي مكان في اي وقت على مدار 24 ساعه. بس طبعا احنا هنستنى القواعد الجديده اللي البنك المركزي هيعلن عنها في بدايه العام القادم، وطبعا هيبقى في قواعد وهيبقى في اليات بحيث ان 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 البنك يتاكد ان اللي بيفتح ده شخص عادي ما هوش مجرد ريبورت او مجرد شخص مختلق. فدي كلها قواعد البنك المركزي هيراعيها الايام الجايه وهيتم الاعلان عنها. وطبعا كمان بعد إتاحة خدمة فتح الحساب إلكترونيا هيتم تحديث بيانات العملاء إلكترونيا. البنوك زي ما كلنا عارفين بتحتاج من العميل إن كل فترة، كل سنتين أو ثلاثة، إن لازم يروح فرع من الفروع، أقرب فرع من الفروع التابعة ليه الحساب بتاعه عشان يحدث بياناته. دلوقتي أنت مش بعد خروج الخدمة الجديدة وإن أنت تقدر تفتح حساب من خلال الموبايل مش مضطر إن أنت تروح فرع، بالعكس أنت من خلال وجودك في بيتك او في شغلك من خلال الموبايل تقدر تحدث البيانات، تقدر تدخل البطاقه رقم البطاقه بتاعتك، الهاتف المحمول، بعض الطلبات اللي بتحتاجها اي بنك لتحديث البيانات. يمكن البنك بيحتاج تحديث البيانات عشان حاجات كتير جدا، عشان يتاكد ان العميل مازال على قيد الحياه، ان فعلا الحسابات اللي بتتم دي التعامل عليها هو بيتم من خلال العميل، فيمكن تحديث البيانات دي هو مجرد اجراء البنك بيعمله ضمانا لمستحقات العميل، وان هو يضمن كمان ان العميل ما فرقش الحياه او حاجه لا قدر الله. طبعا البنك المركزي يمكن احنا شفنا ان هو عمل طفره كبيره جدا في الخدمات الالكترونيه على مدار اخر 5 سنين، وبيتوسع في اطلاق خدمات جديده للدفع الالكتروني طبقا لاستراتيجيه مصر 2030. شفنا طبعا ان البنك المركزي اطلق انستا باي من 20 شهر تقريبا، كان في مارس 2022، وانستا باي حقق طفره كبيره جدا لدرجه ان عدد العملاء تجاوز 6.2 مليون مستفيد. ودي خدمه انستا باي هي خدمه للتحويلات اللحظيه، ان انت تقدر تحول فلوسك في اي وقت على مدار 24 ساعه من غير برضو ما تروح البنك. فدلوقتي التحول اللي بيحصل في مصر ان انت تقدر تحصل على خدماتك المصرفيه وتفتح وتحول فلوس وتدفع مشترياتك وكل حاجه وانت في مكانك من غير ما تضطر تروح البنك، من غير ما تضطر ان انت تاخد دور وتتعطل وتقعد بالساعه والاثنين جوه البنك لحد ما يجي دورك عشان تحصل على الخدمه بتاعتك. كل حاجه دلوقتي هتبقى او اغلب الحاجات هتبقى من خلال الموبايل. طبعا الحاجات دي كلها البنك المركزي بيراعي فيها اي خدمه الكترونيه تأمين الخدمة بدرجة عالية 100% لضمان
فلوس العميل، لضمان سريه حسابات العميل، وبنشوف ان في البنوك كلها بدات تضخ ملايين الدولارات في البنيه التكنولوجيه والاستعانه باحدث التطبيقات وباحدث الانظمه لاتاحه الخدمات الالكترونيه عن بعد. طبعا البنك المركزي احنا متوقعين منه خلال 2024 العام الجاي هيعلن بالظبط بكل التفاصيل عن طرق فتح الحسابات مصرفيا وتحديث البيانات. احنا عارفين طبعا ان الحساب المصرفي لاي عميل هو ده البوابه اللي بيكون ان هو عميل بنك، يقدر من خلاله انه يحصل على بطاقه مصرفيه، يقدر يحصل على بعض الخدمات، يبقى يقدر يختار اي حساب. وفي حسابات كتير جدا في البنوك، في حساب توفير، في حساب جاري، في حساب، في حسابات كمان التوفير متوفر 21 لحد فوق، في حسابات بتخاطب الشباب من سن 16 سنه لحد 50 سنه، في حسابات بتخاطب اصحاب المعاشات، في حسابات توفير بتخاطب المراه. فدي كلها انواع حسابات البنوك اتاحتها لكل شريحه بمزايا مختلفه، بحوافز مختلفه، بهدف جذب اكبر شريحه من المتعاملين في الجهاز المصرفي. طبعا احنا حبينا نقول لحضراتكم على الخدمه الجديده اللي هيطلعها المركزي، وإن شاء الله بإذن الله في الأيام القادمة هنبقى معاكم وهنقدر نوفيكم بكل ما هو جديد وفي لايفات جديد. استنونا. كانت معاكم منال عمر، شكرا وإلى اللقاء.